بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله نكمل الفصل الخامس اللي هو إرشاد ذوي الإعاقة العقلية وأساميهم وطبعا هنتكلم على نقطة مهمة جدا بالنسبة ل أسر ذوي الإعاقة العقلية طبعا تختلف طبيعة وأسلوب الإرشاد حسب وعي الأهل كل ما كان الأهل عندهم وعي كل ما كان الأهل عندهم وعي كل ما كان الاهتمام بالطفل المعاق أكبر كل ما كان المشكلات اللي بينهم اللي بين اسر ذوي الاعاقه العقليه يعني بسيطه ويمكن حلها والوعي ده شيء مهم جدا يا جماعه بالنسبه لاي شخص فينا الوعي يعني بالمشكله ومحاوله وضع حلول ليها ده شيء مهم يعني ناس كتير جدا لا يدرك المشكله فعشان كده المشكله بتزيد فهنيجي على الوعي فالوعي بالنسبه لاسر ذوي الاعاقه العقليه ثلاث مستويات الوعي الكامل وهنشوفه دلوقتي ويصرح الاهل بأن الطفل منقاق لنا خلاص تقبل الاعاقه الاهل يدرك الاهل ان اي طرق للمعالجه ستكون ايه آه محدده يعني لازم يتعرفهم على الطرق هذه طرق علاج هذا إيه الطفل وإذا كان بالنسبة لحل إيه المشكلات. يطلب الأهل معلومات حول طرق الرعاية الملائمة، كل ده في الوعي إيه الكامل، عندهم إدراك، عندهم تقبل للإعاقة. بيطلبوا معلومات، بيحاولوا يتعلموا بعض التدريبات والسلوكيات التي تساعد هذا إيه الطفل. طيب كمان عندنا الوعي الجزئي. يدرك الأهل أعراض الإعاقة مع تساؤل عن أسبابها. يعني هم متقبلين الاعاقة بس مش بالشكل الكامل مثل الوعي الايه الكامل اه عندهم ايه بعض الـ يعني يتساءلوا عن اسباب الاعاقة اه يأمل الاهل بتحسن الحالة ولكن يخافون من عدم جدوى العلاج عندهم خوف من عدم جدوى العلاج عندهم قلق من المستقبل وده نقطة مهمة جدا قلنا في في بعض الـ يعني الـ الموضوعات التي تساعد ولي الامر ان يكون عنده ايه لا يفكر في المستقبل بطريقه غير عقلانيه لكن يفكر بطريقه ايه عقلانيه الاهل هنا غير متاكدين من كونهم قادرين على التعامل المشكله ما عندهمش ثقه في نفسهم شايفين انهم ممكن يكونوا غير قادرين على مع... التعامل مع هذا الطفل المعاق ومساعدته وهكذا يرى المختص ان الاهل لديهم وعي غير كامل من ناحيه ادراكهم مشكلة طفلهم وكمان ان هم عندهم وعي غير كامل هنيجي يعني بقى للوعي الادنى وهذا هو اقل نوع من إن انواع وعي اسس ذوي الاعاقه العقليه يرفض الاهل اعتبار بعض الخصائص والصفات انها غير طبيعيه هم اصلا عندهم يعني ممكن يكونوا غير متقبلين للاعاقه طفلهم اصلا عشان كده عندهم ايه بيرفضهم جميل اعتبار بعض الخصائص والصفات انها غير طبيعيه وده نقطه مهمه جدا من إيه؟ موضوع يعني تعامل اسر ذوي الاعاقه العقليه مع ابنهم المعاق. طب كمان عندهم يعني البعض يقول لا ده الولد ما عندوش اعاقه ما هوش معاق. يعتقد كمان يعتقد الاهل ان العلاج على الطفل طبيعي عندهم وعي غير يعني يعني غير طبيعي وعي ادنى يعني وهذا ادنى جو يعني نوع من انواع الوعي بالاعاقه العقليه. لو تحدثنا الان عن الخدمات الارشاديه والدعم لاسر والأطفال ذوي المعاقين عقليا قد يقدم لهم الارشاد الفردي واحنا اتكلمنا قبل كده عن الارشاد الفردي ولكن سنتحدث عنه الان بالنسبه لذوي الاسر ذوي الاعاقه العقليه ويستخدم يعني الإرشاد الفردي يستخدم في التعامل مع الحاجات الفردية الواضحة لذوي الأسر وذوي الإعاقة العقلية وهم يتميزون بخصائص نفسية وسلوكية تستدعي الانتباه والمعالجة الفردية حيث يستفيد منه الوالدين اللي هو الإرشاد الفردي جميل وكمان يعني بيحاول إن هو يعالج أو يحاول إن يتعامل مع مشكلاتهم العاطفية ويعني المشكلات التي تؤرق حياته. كمان وجودهم في الجماعة قد يسبب لهم الإحراج عشان كده هم محتاجهم للإرشاد الفردي ويحتاجهم للإرشاد الفردي طب لو جينا اتكلمنا عن الإرشاد الجماعي الإرشاد الجماعي والإرشاد الجمعي يهدف إلى إعادة تكامل الشخصية وتكيفها مع الواقع والحقيقة لا بقى بيكون هنا إيه في وسط مجموعة فيحاول إن هو يقابل مشكلته مع المجموعة أو مع يعني كأنه داخل المجتمع بصورة إيه جماعية يعمل المرشد على استخدام الأساليب والعمليات الإرشادية الطوبوية الجماعية دي نقطة مهمة جميل اللي تؤدي إلى إيه؟ خفض التوتر وفهم سلوك الطفل المعاق جميل ومن القضايا التي يعالجها الإرشاد الجمعي قبول الوالدين للطفل المعاق دي نقطة مهمة جدا واتكلمنا عليها كتير إن الأب والأم يتقبلوا حالة الطفل المعاق وكمان التخلص من مشاعر الذنب والخجل آه وكل المشاعر السلبية تجاه هذا الطفل المعاق ومساعدتهم على ايه على تحقيق طموحاتهم اللي هم بيفكروا فيها وبيعملوا ليها وهكذا وبنساعدهم في التعامل ومعاية والتعامل الامثل مع هذا الطفل المعاق